المنتجات اليابانية مرتفعة الجودة، أما الصينية فجودتها سيئة. كان هذا الاعتقاد السائد لسنين طويلة، لكن الحال تبدل تماماً، والصين اليوم تتفوق على اليابان. ففي عام 2010 أصبحت ثاني أقوى اقتصاد في العالم مكان اليابان، ووصل الناتج المحلي الإجمالي لها حوالي 3 أضعاف الناتج المحلي لليابان. أما التجارة الخارجية اليابانية فبالكاد تصل لربع نظيرتها الصينية، وحتى تجارة السيارات فخر اليابان تفوقت عليها الصين عام 2023، فتنتج 7 أضعاف السيارات التي تنتجها اليابان. ومكانة الصين الثقافية تتعاظم، فتملك تطبيقات مثل تطبيق تيك توك الغني عن التعريف، بينما تختفي اليابان تقريبا عن الساحة الرقمية. فكيف تفوق التنين الصيني على خصمه الساموراي الياباني؟ بدأ التواصل بين الصين واليابان في القرن الأول قبل الميلاد، وكان للصين اليد العليا، فتأثرت بها اليابان كثيراً في اللغة والكتابة والفلسفة والدين. ويكفي أن تعرف أن 60% من الكلمات اليابانية مشتقة من اللغة الصينية. لكن الحال تغير في القرن 19 حين تخلصت اليابان من عزلتها وتفوقت على الصين، إلى أن وصل بها الحال لاحتلالها في الحرب العالمية الثانية، وخلق ذلك نوعاً من العداء بين البلدين لم ينتهي حتى اليوم. وبعد الحرب بدأت اليابان بالصعود، وتطورت صناعياً واقتصادياً وثقافياً، إلى أن أصبحت ثاني أقوى اقتصاد في العالم عام 1968. في المقابل كانت الصين تعاني من الفقر والبطالة والفساد، بل وحتى المجاعة، ومع ذلك نجحت في تحقيق نمو اقتصادي سريع في السبعينات، وبدأت الفجوة بين البلدين تتقلص، إلى أن تفوقت الصين على اليابان اقتصادياً عام 2010، وواصلت الصعود لتصبح اليابان خلف الصين بمسافة ليست بالقليلة، فهي اليوم المنافس الآسيوي الأول لأمريكا بالصناعة والثقافة والتكنولوجيا الرقمية، وبالمقابل بالكاد نرى إنجازاً جديداً لليابان. تعددت الأسباب التي أدت لتفوق الصين على اليابان، منها أن عدد سكانها 10 أضعاف سكان اليابان، وتملك موارد كبيرة بعكس اليابان التي تقع على جزر قليلة الموارد، هذا بالإضافة لكفاءة الحكومة الصينية بإدارة البلاد. أما اليابان فيشير خبراء أنها تعاني أزمات كبيرة، منها الأزمة السكانية وارتفاع الديون، لكن أهم أزماتها هي أزمة الابتكار. فالدراسات أظهرت أن الشركات اليابانية تركز على الحفاظ على الوضع القائم دون البحث عن فرص جديدة للنمو، لذلك لا يعتقد أن اليابان ستلحق بالصين قريباً، بل إن الصين مرشحة لأن تتفوق على أمريكا اقتصادياً عام 2028 بحسب تقارير اقتصادية. فهل تعتقد أن الصين ستنجح في ذلك؟ في كل يوم فيديو جديد، اشترك معنا كي لا يفوتك شيء، ولا تنسى الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء.